بالنسبه لفريق النادي الاهلي. طيب اتكلمنا على استعدادات الفريق كمان، لكن عندي جزئيه عايز اتكلم فيها في الحقيقه وفيما يتعلق بلجنه الانضباط. يا جماعه دي لقطه مهمه جدا، دي لقطه مهمه جدا. الدكتور مجدي يعقوب طبعا رمز كبير جدا للرموز المصريه في الحقيقه، ومستر فايلر اول ما عرف واضح من خلال هذه اللقطات راح سلم وكان حريص جدا ان هو يسلم عليه، والدكتور مجدي يعقوب كان متواجد بجوار كابتن سمير عدلي مدير الاداري. ومستر فايلر طبعا هو دكتور مجدي يعقوب مشهور جدا على مستوى العالم يعني. فبالتالي لقطه مهمه جدا، عايز اشكر زميلنا العزيز محمد دكروري مخرج قناه الاهلي اللي قدر ان هو ينفرد بهذه اللقطه، وشيء في الحقيقه حلو ومميز جدا بكل تاكيد.